بين المجلس الدستوري وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وجهة نظر واحدة في تحليل محتوى الدستور 2020 والنقاش حوله، والذي يطرح في الأول من نوفمبر للاستفتاء. ورشة جمعت خبراء القانون والتشريع لإبراز بشكل كبير للأحكام الجديدة التي أدرجت في الدستور، وهي المناسبة أيضا لتوضيح أهمية حقوق الإنسان والمواطن من خلال المواد التي حملتها أعلى وثيقة في البلاد. لقاء سيكون حلقة بين المختصين للإجابة عن كل الأسئلة المتعلقة بمراجعتها الدستورية. يأتي ملتقنا هذا والجزائر تتأهب لاستحقاق أول نوفمبر 2020 الخاص باستفتاء حول تعديل الدستور الذي يعد محطة بارزة في تاريخ بلادنا ولبنة أساسية في سبيل بناء الجمهورية الجديدة كمشروع مجتمع طموح التزم بتجديده السيد رئيس الجمهورية خلال حملته الانتخابية، وها هو اليوم يترجم إلى الواقع، خصوصا أن السيد الرئيس أكد على اعتماد الطريق الأكثر ديمقراطية في تعديل الدستور، وذلك بإرجاء الكريمة للشعب السيد من خلال الاستفتاء على تعديل الدستور. ملتقى جمع كفاءات في عالم القانون والتشريع لشرح فحوى مشروع التعديل الدستوري، لا سيما في الاستقلالية العدالة والحرية العامة وحقوق المواطنين، وكذا الرقابة الدستورية وطبيعة النظام السياسي على ضوء أحكام هذا المشروع. المجلس الدستوري اللي أتحنا الفرصة لحضور هذا الملتقى الدولي، أعتقد أنه هذا اللقاء كان في وقت مناسب جدا، يعني لأن من أدوار المجلس الدستوري نشر الثقافة الدستورية في حد ذاتها. هذا الدستور يشمل محاور كثيرة وعديدة، أهمها الديباجة، أهمها مبدأ الفصل بين السلطات، وكذلك الحقوق والحريات الأساسية، وكذلك مبدأ أو مؤسسات الرقابة اللي هي متمثلة في السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وكذلك السلطة الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته. دراسة عميقة لأكثر من 2000 اقتراح وملاحظة قدمت من أجل دستور كامل. يرى المجلس الدستوري أنه من واجبه التحسيس بأهمية الآليات الجديدة التي تم إدراجها من أجل وضع القانون الأسمى للدولة في خدمة المواطن.